السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنتكلم عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على طلب اختي الكريمة في التعليقات. طلبت مني ان انا اتكلم عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قبل اي حاجة عايز اشكر كل الناس المحترمة اللي عندي اللي بتشجعني في التعليقات ان انا استمر، وان شاء الله باذن الله اكون عند حسن ظن حضراتكم باذن الله. للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فضل كبير وعظيم جدا في تفريج الهم والكروبات. ونبدا في اول كلامنا بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع ابي بن كعب. ابي بن كعب بيقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ايه؟ يا رسول الله، كم اجعل لك من صلاتي عليك؟ الثلث. راح سيدنا محمد قال له إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قال له إذن الثلثين؟ قال له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن شئت وإن زدت فهو خير لك. فسيدنا أبي بن كعب قال له يا رسول الله إذن أجعل كل أذكاري صلاة عليك. راح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رد قال له إيه؟ إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. يعني ربنا سبحانه وتعالى يكفيك همومك ويغفر ذنوبك. ربنا يا رب يغفر ذنوبنا جميعا ويكفينا همومنا يا رب. الحديث الثاني اللي احنا هنتكلم عليه عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. يعني انت تصلي على سيدنا محمد صلاة ربنا يصلي عليك بها 10. تخيل معايا بالله عليك لما ربنا سبحانه وتعالى يصلي عليك 10 مرات. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أنت تصلي على النبي ربنا يصلي عليك، يعني أي حاجة مظلمة في حياتك تنور بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا إيه؟ قالوا ليه الصلاة على النبي؟ قالوا رفعت مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طب هو سيدنا محمد محتاج رفعت مقام؟ قالك لا، ده احنا اللي محتاجين رفعت المقام. ليه بقى احنا محتاجين رفعت المقام؟ عشان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صلى الله عليه وسلم. ويجي حديث تاني لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيحفنا على الصلاة على النبي، كثرة الصلاة على النبي يوم الجمعة بالذات. سيدنا محمد قال ايه؟ فأكثروا من الصلاة فيها علي فإن صلاتكم معروضة علي صلى الله عليه وسلم. الصحابة بتسأل سيدنا محمد بتقول له يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك؟ فسيدنا محمد رد قال ايه؟ قال ان كل واحد بيصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ربنا بيرد له روحه وسيدنا محمد يرد عليه السلام. ده غير ان ربنا اللي بيصلي على سيدنا محمد مرة ربنا بيصلي بيه عليها 10. يعني تخيل بالله عليك انت لو بتصلي 100 مرة في اليوم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا بيصلي عليك 1000 مرة. تيجي يوم القيامة تلاقي الصيام والصلاة والزكاة والذكر والحج، وتلاقي أعمال ربانية. إيه هي الأعمال الربانية؟ صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أول حاجة من فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفى همك ويغفر ذنبك، دي أول حاجة. تاني حاجة إن أنت لما حضرتك بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بيرد في سيدنا محمد الروح وبيرد عليك بنفسه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحاجة التالتة إن ربنا سبحانه وتعالى بيصلي عليك بصلاتك على النبي، صلاة ربنا سبحانه وتعالى عليك بيخرجك من الظلمات إلى النور. عايز إيه أكتر من كده؟ ده لسه الفضل الكبير العظيم اللي إحنا كنا مخلينه في آخر الفيديو خالص، إن حضرتك لما بتصلي على النبي العلماء أجمعوا إن كثرة الصلاة على النبي بتربط قلبك بقلب النبي صلى الله عليه وسلم، بتقرب قلبك من قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في إيه فضل في الدنيا أكتر من كده؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقف يوم القيامة يقول أمتي 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 أمتي، وما يخشش الجنة صلى الله عليه وسلم غير لما يطمن عليا وعلى حضرتك صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد حبيبنا ورسولنا خير من مشى على الأرض، يعني مفيش الأرض مفيش رجل دست عليها أحسن من رجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من يوم ربنا خلق الأرض لغاية لما ربنا يرث الأرض مفيش رجل وطأت على الأرض
افضل من رجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا ان احنا من امة اشرف الخلق وحبيب الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يا رب يحشرنا معاه في الفردوس الاعلى صلى الله عليه وسلم. ربنا يا رب يلهمنا كثرة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يا رب يشفعه فينا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. اذا حضرتك هتعمل ايه؟ الاكثار من النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا فضل حاجة تانية، والفضل العظيم ان حضرتك بتربط قلبك بقلب اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. ربنا يا رب ينفعنا باللي احنا بنسمعه واللي احنا بنعرفه، وان شاء الله اللي عايز اي حاجة معينة يكتب لي تحت في التعليقات. بشكركم مرة تانية على كل الناس اللي بتشجعني وبتقول لي كلام طيب يحفزني، جزاكم الله كل خير، ربنا يجعله في ميزان حسناتي وحسناتكم يا رب. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم احشرنا في الفردوس الأعلى مع سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اتباعه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.